مرحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. ظاهرة فلكية نادرة كانت ذروتها مساء أمس، وهي الاقتران الأعظم ما بين كوكب المشترى وكوكب زحل. لمزيد من التفاصيل عن هذا الاقتران احنا معانا عبر الهاتف دكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم على حضرتك وجميع المشاهدين، أهلا بيكم. أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنه وانتم طيبين جميعا ومصر بخير يا رب. يا رب. مع ان النهارده اول يوم في فصل الشتاء فلكيا. طيب عايزين بقى نطمن من حضرتك، بس الاول خلينا نعرف يعني ايه اقتران، يعني كلمه اقتران مش مفهومه بالنسبه كتير من الناس. تمام، اولا خلينا الاول نعرف الكوكبين اللي كان ليهم عمليه اقتران امبارح. اتفضل. الا هو المشترى وزحل، دول اكبر كوكبين في المجموعه الشمسيه من حيث الحجم. التكوين بتاعهم طبعا كتل غازيه عباره عن الهيدروجين والهيليوم، والاثنين في ترتيبهم المجموعه الشمسيه رقم 5 ورقم 6 على اساس ان الارض بعديها المريخ يليها المشترى. المسافه ما بين المشترى والارض والشمس حوالي 778 مليون كيلو متر، مسافه كبيره يعني. المسافه ما بين الشمس وزحل حوالي مليار واربعة من عشرة مليون كيلو متر. اذا المسافة بين المشترى وزحل توصل متوسط 600 مليون كيلو متر، ودي مسافة كبيرة جدا. لو قارناهم بالمسافة بين الارض والشمس اللي هي حوالي 150 مليون كيلو متر. نيجي بقى للاقتران. يعني ايه اقتران؟ اقتران يعني في جسمين او كوكبين بيجوا مع بعض على استقامة واحدة فنشوفهم كأنهم جسم واحد. حضرتك والمشاهدين عارفين ان المجموعة الشمسية الكواكب اللي موجودة بما فيها الارض بيدوروا حوالين نفسهم وبيدوروا في مدارات ثابتة حوالين امام الشمس. المدارات دي ليها يعني زوايا، كل كوكب من دول بيتم دورته امام الشمس في خلال سنة. يعني الارض بتعمل دورتها في 365 يوم ربع اللي هي بتكون السنة بتاعتنا. دورة الأرض حوالين نفسها والمشترى حوالين نفسه والزحل ده بيعمل اليوم. اليوم عندنا 24 ساعة، على المشترى متوسط 9.7 من عشرة ساعة بعمر الأرض. زحل 10.7 من عشرة ساعة من ساعات الأرض. اللي بيحصل إن الكوكبين دول زي كل الكواكب اللي في المجموعة بيلفوا حوالين نفسهم، والاثنين بيدوروا في مدارين عكس بعض. فكل 20 سنة بيلتقم قبل بعض. أنا قلت لحضرتك إن المسافة بينهم في حدود 600 مليون كيلو متر. تمام. كبيرة جدا. فبيبان إن هم ملتصقين. بالظبط، ظاهريا هنا من على الأرض اللي بينظر ليهم بيشوف إن الجسمين ورا بعض كأنهم واحد. ملتصقين مع بعض. التقارب ده بياخد دورة زمنية كل 20 سنة. بدأوا يعني السنة دي أو المرة ديت من تحديدا من يوم 17 ديسمبر يقربوا الى حد ما من بعض. لحد امبارح كان اللي ينظر ليهم يلاقيهم الاثنين جسم واحد ورا بعض ظاهريا. طبعا هيبدا من النهارده المسافه تبدا ما بينهم تدريجيا لحد يوم 25 في الشهر ينفصلوا تماما ويكونوا بقى يعني كل واحد في مساره الطبيعي. طب ليه يا دكتور يعني سمي هذا الاقتران بالاقتران الاعظم رغم ان حضرتك بتقول ان هو كل 20 سنه بيحدث هذا الاقتران؟ هقول لسيادتك. اولا كونهم اكبر كوكبين في المجموعه الشمسيه فليهم اهتمامهم. يمكن كوكب المشترى عنده اربع اقمار بتدور حواليه، وده برضه مديله زخم واهتمام حتى عند الفلكيين. الفريد في الظاهره دي ان هي امبارح كانت اقرب ما يكون من الارض، ومسافه القرب دي لم تتكرر من 800 سنه. وده اللي اداها الزخم وخلى اهتمام اعلامي وفلكي لقربهم من الارض. لكن اكد تاني على عدد من الشائعات اللي انتشرت برضه، مش كون هم قربهم من الارض انه خلاص يعني على الناصيه اللي جنبنا ويبقى فيه اصطدام او حاجه من هذا القبيل، او ان نتيجه الاقتران اللي هو ما اتكررش بالمسافه دي من 800 سنه هيبقى يعني في حدث عظيم هيحصل للارض او كده. بالظبط، احنا شفنا كده وقرينا على مواقع السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا.
يعني كان في كتير من الأقاويل إنه ظاهرة فلكية غريبة وهيحدث في الأرض حاجات مش عارفة يعني عمرها ما حصلت، فيعني كنا مش فاهمين قوي يعني يا دكتور. حضرتك احنا دايما متعودين في نهاية شهر ديسمبر من كل سنة العديد من الشائعات، صحيح. اقتراب أجسام من الأرض، أو صحيح. يمكن المرة دي كان في الاقتران العظيم، ويمكن كان من كام يوم فاتوا مع عاصفة شمسية تضرب الأرض والأرض هتظلم ثلاثة أيام. صحيح. دي شائعات طبعا بيضاف ليها الزخم والجو السلبي اللي مسبباه جائحة كورونا. حقيقي. ربنا يحفظ الجميع يا رب. يا رب. لكن إطلاقا كل دي شائعات مضللة ومش عايز أقول مغرضة، ولذلك المعهد على طول فاتح أبوابه من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وكذلك صفحات التواصل اللي بيديرها المعهد والويب سايت بتاع المعهد. نعم. أي حد من المواطنين والجماهير لديه أي سؤال أو عنده أي شائعة عايز يتحقق منها أهلا بيه على الفور يتصل بينا أو يشرفونا في المعهد اللي متاح للزيارة لتأكيد الحقائق ودرء الشائعات. طب دكتور خليني أسأل حضرتك عن المناطق اللي رصدت هذه الظاهرة أو هذا الإلكترون. المناطق داخل مصر تقصدي ولا على مدار العالم؟ يعني على مدار العالم وداخل مصر أيضا. هو نص الكرة الأرضية الشمالي شاف الظاهرة دي امبارح تحديدا وخلال الأيام اللي فاتت، وهيستمر يشوفهم النهاردة وبكرة وكم يوم. لأن طبعا حضراتكم عارفين يعني توقيت المطالع، فالكوكبين بيمشوا مع بعض، يعني امبارح استمروا حوالي ساعتين وعشر دقايق في الأفق قبل ما يغربهم. الوقت ده بيزيد تدريجيا. في الدول اللي حوالينا عندهم تقريبا نفس الوقت، في يعني شمال أفريقيا والمنطقة العربية. لو اتجهنا شرقا يمة آسيا الزمن ده بيقل، في أقصى الشرق تعذر رؤيتهم في الاقتران أمس. أعتقد برضو في اتجاه الغرب يمة أمريكا كان في تعذر للرؤية الواضحة هناك. تمام. طيب أنا أستغل وجود حضرتك معنا يا دكتور يعني عبر الهاتف، وحابة أسأل حضرتك عن افتتاح محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، يعني حابين ناخد فكرة من حضرتك عن هذه المحطة وأيضا أهميتها. تمام. هو طبعا زي ما حضرتك والمشاهدين عارفين، المعهد والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أقدم مؤسسة يعني بحثية في الشرق الأوسط وأفريقيا. هيتم إنشاؤه عام 1839 كمرصد فلكي لتدقيق الحسابات الفلكية وأوائل الشهور ومواعيد الصلاة وحاجات كتيرة زي كده. مع التوسع والتقدم التكنولوجي اتنقل المرصد من بولاء للعباسية لحلوان. في خمسينيات القرن الماضي أنشأنا مرصد القطامية الفلكي، وده برضو يعني ليه سبق في حاجات فلكية كتير. بالتوازي مع إطلاق أول برنامج فضائي في العالم أطلقته روسيا عام 57، بدأ المعهد في نفس العام رصد الأقمار الصناعية أو الأجسام الفضائية، الرصد البصري. تطورت التكنولوجيات المختلفة على مدار الفترات دي كلها، وصلنا تكنولوجيا الليزر. طبعا كل تكنولوجيا لها عيوبها أو مميزاتها ومساوئها، مساوئها سلبياتها أقصد، يعني مش مساوئ أضرار. لكن دوام تقدم البحث العلمي واستمراره بنطور احنا كمان تكنولوجيات. صحيح. من ضمن التكنولوجيات اللي تم تطويرها مؤخرا الرصد البصري للأقمار الصناعية، والحاجة تانية جديدة يعني استجدت في الفضاء ألا وهي الحطام الفضائي. يعني ايه حطام فضائي؟ حضرتك عارفين ان برامج الفضاء اللي العالم كله بيطلقها وبيدرها أقمار صناعية، سفن فضاء، صواريخ، في اللي بيكمل رحلته وبيرجع للأرض تاني، وفي اللي بيطلع وبيختفي، وفي اللي بيتوه. صحيح. فالحاجات اللي موجوده فوق او اللي بتتحطم فوق دي بتبقى عباره عن مخلفات، يعني مش عايز اقول المصطلح الدارج زباله، لكن هي مخلفات موجوده في الفضاء بتدور في مدارات عشوائيه. مهم جدا مراقبتها لاكثر من هدف. الهدف الاولاني ان الحطام ده لو قرب من الاقمار الصناعيه اللي شغاله بالفعل في مداراتها في الفضاء عرضه ان هو يحطمها، ودي خسائر ملايين الدولارات. صحيح. او انه لو لا قدر الله قرب الى حد ما او بدرجه كافيه من الغلاف الجوي والجاذبيه ابتلعته واخترق الغلاف الجوي، ده بينزل بيعمل يعني تاثير دمار. احنا بنحمد ربنا ان ما فيش حاجات
يعني نزلت على مناطق مهولة باستثناء أماكن في سيبيريا ويمكن جنوب المحيط الهادي. نشكر ربنا. فدي جزئية لمراقبة الحطام الفضائي، لكن المهم أيضا مراقبة وتتبع الأقمار الصناعية بكل أنواعها، في أقمار علمية، أقمار اتصالات، لأن لو القمر الصناعي خرج من مداره فقد الاتصال بيه، ضاعت بياناته، ودي طبعا تكلفة كبيرة. فعملية المراقبة والتتبع بتتيح للجهات المالكة والمديرة أو المشغلة الأقمار دي إنها تعمل عملية إعادة وسيطرة عليها تستمر في مدارها، وبالتالي كفاءتها وتحقيق الغرض المطلوب منها. أنا بشكر حضرتك جدا يا دكتور على كل هذه المعلومات، بشكرك شكرا جزيلا. دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. شكرا لحضرتك يا دكتور. احنا معانا مشاهدين